سائل يقول: أنا أتصدق وأخفي ذلك ولكني دائما أخشى أن أكون منافقة، هذه سائلة، إنصحني سيدي ما دام خافي النفاق معناتها أنت ماشي منافقة، على بالكم شكون المنافق قال علماؤنا عليهم ورضا ورض ورضوان المنافق هو الذي لا يخشى النفاق المنافق ما يخافش النفاق. يخبي الكفر ويظهر الايمان. يعني يفعل ذلك عن قناعة هو راه حب يكون منافق. أما هذاك الموم اللي مسكين خايف يصلي ويقول: "وقيل أني درت فيها رياء وقيل منافق" خايف مسكين ويستغفر ويسبح ويصلي. المنافق أن المنافق هو الذي لا يخشى النفاق. اما اللي تصيبه يخاف النفاق اعلم بلي ماهوش منافق ولذلك كان الصحابه عليهم رضا ورضوان كانوا يخافوا يكونوا من المنافقين لانهم كانوا صادقين ولما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى اسماء المنافقين لاحد الصحابه كانوا الصحابه قاع خايفين ويجوا لعنده يحلوه يحلوا فيه ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب الذي بشره رسول الله بالجنة كان يحل الفلك الصحابي هل أنا من المنافقين وحتى لما نام على فراش الموت لما نام على فراش الموت يحل الفلك الصحابي قل لي هل أنا منهم كي شافوا هذاك الصحابي راح يموت وقالوا لا لا انت ما راكش منهم شوفوا الصحابه كيف كان يخاف النفاق فهمتوا اذا ما تخافيش يا اختي ما دام راكي خايفه النفاق لست منافقا والى حصه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته